المعادلة كان بيجيب لنا على إن في سبب كان يقول كده 2 س ناقص مثلا 5 بتساوي 5، وكان يقول عايز السين. وكنا بنعمل إيه؟ كنا بنودي الـ5 بعكس الإشارة، بنعمل العملية العكسية، يبقى 2 س بتساوي 10، وكنا بنقسم هنا على 2 وبنقسم هنا على 2، السين تطلع بـ5. طيب المعادلة بقى المتباينة، المتباينة هي نفس فكرة المعادلة، بس بدل ما هو حاطط لك علامة يساوي هيقول لك 2 س ناقص 5 مثلا، ممكن يقول لك أكبر من الـ5 أو أكبر من أو يساوي، أو ممكن يقول أصغر من أو أصغر من أو يساوي. طيب عشان أحلها بنحلها بنفس الطريقة، بنفس الطريقة الـ5 برضه دي هنعمل العملية العكسية، هتروح بعكس الإشارة، يبقى الـ2 س العلامة بتنزل زي ما هي، 5 و5 10، برضه بنقسم هنا على 2 وبنقسم هنا على 2، يبقى السين أكبر من أو بتساوي الـ5. يعني ايه بقى السين اكبر من او تساوي الـ5؟ انا عندي اعداد كتير اكبر من الـ5، 6 7 8. طيب خلي بالك يا مس، هو قال لك عايز الاعداد، عايز حل المتباينة لما تنتمي نون ولا تنتمي لصاد اللي هي الاعداد الصحيحة. لو قال لي عايز مجموعة الحل لما تنتمي لطاء او صاد، هناخد الاعداد الطاء اللي هي الموجبة، فكده كده أصلا اللي أكبر من الـ5 كله الأعداد الموجبة، فهتبقى 5 نفسها تتاخد لأنه حاطط علامة يساوي، بس الأكبر منها بقى 6 7 8 وهكذا. ده لو قال في طاء أو في صاد. طب لو قال لك بتنتمي النون، ساعتها بقى الأعداد اللي بتنتمي النون أنا عندي أعداد كتير، مش هينفع أكتب 5 و5 1 من 10 و5 و2 من 10، هي 5 و2 من 10 دي أكبر برضو من الـ5، الـ6 وربع، الـ6 ونص أكبر من الـ5، لأن دي أعداد نسبية ينفع آخد فيها كسر. أما اللي بنكتب مجموعة الحل هنا إزاي؟ بنروح فاتحين قوس مجموعة ونقول له س حيث س تنتمي النون، ونروح كاتبين زي ما هي كده س أكبر من أو تساوي الـ5، يبقى لما يقول تنتمي النون بنكتبها بالشكل ده. لكن لو قال لي تنتمي لطاء أو تنتمي لصاد بكتب الأعداد عادي. ماشي؟ تعالوا نشوف سؤال تاني. تمام. لو قلت 3 س مثلا ناقص 5 أصغر من سالب 8، وقلت برضو اللي أنا عايز أجيب مجموعة الحل، مرة هجيبها في طاء وفي صاد وفي نون، هو دي الـ5 بعكس الإشارة، هتروح هناك بالموجب، يبقى 3 س أصغر من سالب 8 وموجب 5، ونطرح وناخد إشارة الكبير يبقى سالب 3، هقسم هنا على 3 وهقسم هنا على 3، تبقى السين أكبر من سالب 1، أصغر سوري. طيب هي إيه الأعداد اللي أصغر من سالب 1؟ عندي السالب 2، السالب 3، السالب 4. طب لو هو قال لي هاتي مجموعة الحل في طاق، هي السالب 2 يا مس والسالب 3 دول موجودين في طاق؟ لا، يبقى كده لو في طاق يبقى هنقول له فاي مفيش. طب لو قال في صاد بقى، لا الاعداد الصحيحه فيها سالب عادي، يبقى لو قال في صاد هاخد الاعداد اللي اصغر من السالب 1 اللي هي السالب 2 السالب 3 السالب 4 وهكذا. طب لو قال في نون بقى، لا ده في نون بقى في اعداد كتير جدا، في كسور، في سالب 2 و1 من 10، في سالب 2 و3 من 10 وهكذا، في أرقام كتير. طب أنا بكتبها إزاي بقى في نون؟ بقول س حيث س تنتمي النون، وراح عاملة فاصلة وأقول الس أصغر من السالب 1. محمد خد الحاجات دي سكرين ونزلها على الجروب يا محمد، اوعى تنسى. هتقدر تاخدها سكرين ولا لأ؟ محمد هاني حتى ماشي. تاخدوا سؤال يا شباب تجربوا عشان ناخد الأفكار الباقية. اتنين سين ناقص 2 أكبر من 8، يلا. بسرعة يا شباب، عايزة مجموعة الحل
في صوت. الناس بطلت تفتحي الكاميرات ليه؟ خير؟ محمد هاني، محمد عبد المجيد، مازن، الشباب، افتحي كاميرات يا شباب. خليك ناس طلع لك ايه يا روندا؟ طلع لي سين أكبر من 5، ولو حطيتها في صاد هتكتب 8 و7 وستة وخمسة. صح، 6 7 8 إلى ما لا نهاية، زي الفل. الباقي عملها، حد عملها تاني في الريموندو؟ أنا عملتها إنس، هتبقى السين أكبر من 5. تمام، فعلا الوادي الاتنين بعكس الإشارة تبقى الاتنين سين أكبر من 10، لأن لما الاتنين تروح هناك هتروح بالزائد. هنقسم هنا على الاتنين ونقسم هنا على الاتنين، يبقى السين أكبر من 5. الأعداد اللي أكبر من 5، 6 7 8 9 10 إلى ما لا نهاية. طيب بص بقى الفكرة اللي بعديها، فكرة مهمة. نيجي لفكرة الضرب أو القسمة لما س تبقى سالبة. يعني لما أقول لك كده 3 ناقص 2 س أكبر من أو يساوي 7، هنعمل نفس الفكرة. 3 دي هنعمل العملية العكسية، هتروح هناك بعكس الإشارة. يبقى السين هنا هتنزل بالسالب بتاعها، لأن السين هنا سالبة، فتخلي بالك إنك تنزل السين سالبة زي ما هي. 7 ناقص 3 4. طيب أنا عايزة أجيب السين، هي هنا السالب 2، إيه علاقتها بالسين؟ في بينهم علامة زائد أو ناقص؟ لا، يبقى كأنها مضروبة فيها. طب ما احنا قلنا عكس الضرب قسمة، يبقى احنا هنقسم هنا على سالب 2، وهنقسم الناحية التانية برضو على سالب 2. طيب السالب 2 هتروح مع السالب 2، يبقى السين أكبر من أو تساوي مين؟ 4 على سالب 2 بكام؟ موجب على سالب بسالب، و4 على 2 فيها الاتنين. كده السين أكبر من أو تساوي السالب 2. الكلام ده صح يا مس؟ لأ، حالك غلط. ليه؟ إيه اللي أنا حليته غلط وأنا ماشي خطوات تمام؟ إن العلامة دي سبتها زي ما هي. هي إيه العلامة دي؟ مش هتفضل زي ما هي، لأ، وشها هينقل الناحية التانية. ليه بقى؟ امتى وشها يا مس بينقل الناحية التانية؟ بيغير يعني. وشها بيغير لو احنا قسمنا على سالب. يبقى عندنا نكتب كده ملاحظة، في حالتين بس وش العلامة بيغير. يبقى بنغير العلامة في حالتين بس، ايه هما؟ في الضرب وفي القسمة بس. نغير العلامة في الضرب في سالب، مش الضرب في أي رقم، الضرب في سالب أو القسمة على سالب. في الحالتين دول بس أنا بعمل إيه؟ بغير وش العلامة، عشان بلاقي ناس بقى للأسف يقولي مسألة طرح وجمع، يعني مثلا كده يجيلي مسألة س ناقص 5 أكبر من 3 أو س زائد 5، يقولي يا مس أنا هودي الزائد هناك فراح بالناقص، فهروح مغير على وش العلامة. غلط، انا ما قلتلكش في الجمع والطرح ده جمع وطرح، ما قلتلكش غير وش العلامه هنا. يعني هنا وش العلامه هينزل زي ما هو، السين اكبر زي ما هي سالب 2. ليه وش العلامه ما اتغيرش؟ ده جمع وطرح. وش العلامه بيتغير في الضرب والقسمه فقط، انا عشان قسمت على سالب 2 عشان كده غيرت وشها، غير كده لا. سواء ضربت او قسمت تمام بتغير العلامه، غير كده لا ما بتغيرش العلامه. مش لو سمحت مفهمتهاش. انا بقول لما بنغير وش العلامه لو ضربنا او قسمنا على سالب بس، هو ده اللي انا اقوله. 5 ناقص 2 س اصغر من 3، او دي 5 بعكس الاشاره، هتروح هناك بالسالب. هي موجبه، ما احنا الاشاره بنحطها قدام الرقم، فاشاره 5 موجب لان قدامها مش حاطط اشاره، فكانه موجب لانها موجوده في الاول، فما بنحطش الموجب.
طيب وبعد كده هنزل السالب 2 س زي ما هي، 3 ناقص 5 سالب 2. انا عايزه الس، هقسم هنا على سالب 2 وهقسم هنا على سالب 2. طالما قسمت على رقم فيه سالب يبقى العلامه وشها هيتغير، هي كان وشها كده قلبت الناحيه التانيه، والسالب 2 على سالب 2 راح فيها الواحد، وسالب 2 على سالب 2 فيها الواحد، بس كده. الخطوة الزيادة بس اللي أنا عملتها إن أنا غيرت وش العلامة. ليه؟ عشان قسمت على سالب، لما بنقسم على سالب أو جات لي مسألة وضربت في سالب بنغير وش العلامة. وضحت ولا لأ؟ وضحت يس. تعالي ناخد واحدة حلوة. ثلاثة ناقص 2 س أكبر من أو تساوي 5، أو نخليها رقم تاني 7. يلا جرب، ما عرفناش نحلها نحلها وناخد واحدة غيرها عادي، مرة في التانية هتعرف تحل. مش ممكن نعرف نحل من أول مرة يا شباب، لازم نحاول بس. انا جبتها يا مس، طلعت يا رمضان. مين اصغر من او يساوي سالب 2؟ تمام، حد تاني جابه؟ اه يا مس، قولي يا فاطمة. إيه سين برضو اصغر من او تساوي سالب 2؟ مش سين التوازن من تساوي 2. مين ولا سالب 2 يا مازن؟ نعم يا مت، مين اللي كان بيقول؟ سين أصغر من سالب 2 ولا 2؟ نعم مين؟ مس، أنا طلعت مريض مس ب أكبر من أو يساوي 5. خمسة ازاي؟ حل كده يا مازن معايا، جبت خمسة دي ازاي؟ وقلنا نفتح الكاميرات يا شباب، جبت الخمسة ازاي؟ يلا قولي عملت ايه، يلا ابدأ حل يا مازن، قولي هنعمل ايه. وديت التلاتة هناك، تلاتة هتروح هناك بالايه؟ وتروح هناك بالسالب، يعني ناقص تلاتة. يعني طيب السالب هتبقى خمسة هي هتبقى زي ما هي، كم؟ 7 ناقص 3. أربعة، تمام، وبعدين هنقسم على سالب 2. أربعة على سالب 2 ده هو سالب يساوي، 2 على سالب 2 بواحد، والسين تنزل، العلامة وشها هيفضل زي ما هو ولا يقلب الناحية التانية؟ يقرب الناحية التانية. عشان قسمنا على سالب، وأربعة على سالب 2، موجب على سالب بسالب، وأربعة على 2 فيها الاتنين. بسبب 2 جبت انت منين بقى الخمسة؟ انت جمعت 7 و3 10؟ بس كنت فاكر السالب عند الثلاثة. ما انا قايله لك، مش انا لما شرحت لو انت مركز معايا قلت لك اشاره الرقم بتبقى قبله، وقلت لك الرقم الاولاني ده موجب عشان بس احنا هو انا شوية مقدرش ده كويس. مش حاطين له اشاره. يعني ايه يا بابا؟ مش فاهم يا محمد، في ايه يا بابا؟ ما تحل يا حبيبي معايا، واحده في واحده تفهم. مش انا يا ميس اللي بحل اصلا دلوقتي. هو احنا لسه يا ابني، مش انت بتقول، انت اللي بتقول دلوقتي انا مش فاهمه؟ هو احنا لسه خلصنا الدرس وقفلنا ودخلنا على الدرس اللي بعده؟ حول ولا قوة الا بالله.
يا بحس بنت انا لما اصلا بفتح ده مش عارف ازاي احل مسائل، يعني بتلخبط فيها. عمر ما كنت الا بالله. انت دلوقتي مش عرفت ان انت بتتلخبط فيه؟ المرة الجاية مش هتتلخبط فيه. بس ايه الفكرة يعني؟ انت عايز تبقى عبقري من اول مرة يعني؟ ما تغلطش خالص يعني؟ يلا سؤال تاني يا شباب على نفس الفكرة. بس انا كان قصدي بس انت دي الحتة دي بس عشان انا مكنتش فاهمة. أعيد حل المسألة تاني. ماشي أهو أعيدها تاني. اللي انت عايز يعيدهولك يا محمد قول اعيدهولك على طول، لكن ما تقفلنيش كده بقفل. واحد بيقول انا مش فاهم ومش معنى انا مش فاهم، انا مش عايز افهم بس لا يا فسخة هنودي كان الكلام. أنا مش فاهم يعني دي الحتة دي مرة تانية. يا والله طب ما تقول كده، والله قول كده انا بفهم كده. نودي التلاتة بعكس الإشارة، ايه التلاتة هنا موجب ولا ناقص؟ إشارة الرقم بنحطه قبله، فاحنا الموجب في أول الأرقام في أول الكلام في أول الجملة ما بنكتبوش، فاحنا بنبقى عارفين ان تلاتة موجبة طالما مش كاتب لي اشارة قبليها. اما السالب ده اشارة مين؟ السالب ده بتاع الاتنين سين صورة ده، يبقى التلاتة هتروح بسالب تلاتة. خلاص راحت هناك بعكس الاشارة، يبقى السالب اتنين سين اكبر من 7 ناقص 3 4. عندك مشكلة في اول حتة دي يا محمد؟ وديت التلاتة وطرحت 7 ناقص 3 4، لا خلاص هقسم هنا بقى على سالب اتنين وهقسم الناحية التانية على سالب اتنين. قسمت ليه؟ ما وديتش ليه يا مست السالب اتنين هناك بموجب اتنين؟ لأن السالب اتنين مضروبة في السين، مفيش ما بين الاتنين والسين إشارة سالب ولا موجب، يبقى مضروب. فعكس الضرب اسم. هقسم هنا على سالب اتنين وهقسم هنا على سالب اتنين، سالب اتنين على سالب اتنين فيها الواحد والسين تنزل، 4 على سالب 2 بسالب 2 بالآلة. لو مش عارف تقسم موجب على سالب بسالب و4 على 2 فيها الاتنين، قلت لك وش العلامة هتقلب الناحية التانية لأن احنا قسمنا على سالب 2، الرقم فيه سالب، طالما الرقم اللي أنا قسمت عليه فيه سالب يبقى بغير وش العلامة. حلو السؤال اللي بعده يا شباب، نفس الفكرة، هو نفس الحاجة اللي بنعملها بنعملها مش بنغير. جنى عايزاكي تشاركي يا جنى، بس سامعالك صوت خالص، ايوه يا مس، حكي كده وقولي لي طلعتيها ايه وشاركي وابعتي على الجروب. لحظة بعملها. محمد عبد المجيد مش سامع صوتك النهارده خالص. معلش يا مس، عشان انا داخلة في تليفون تاني مفيهوش الجروبات بتاعة الواجب. ماشي يا جماعة. ميسي مجموعة الحل فنون. لا لا مش عايزة مجموعة الحل، عايزة تحلها بس. خلاص حليتها يا مس. طيب طلعت ايه؟ طلعت سين أكبر من أو تساوي 2 على سالب 3. ماشي يا مازن زي الفل ممتاز. حل الخامس، قول يا محمد. لا سين أكبر من أو تساوي 2 على سالب 3 برضه. تمام يا محمد، ابعت لي يا محمد حلك وشوف طريقة حلك. اللي حلها يا شباب يرسل لي على الواتس طريقة حل صورها.
بعتها لسه ما وصلش على جروب ايه الواجبات. مع الجروب اللي هو اللي احنا بناخد منه التاني. بس انا خليتها وابعتها. مش على الواجبات يعني. بس هبعتها على الواتساب بتاع عشان الواجبات التاني. ماشي يا فاطمة، بس انا حليتها وابعتها. ماشي ماشي يا محمد، زي الفل. ماشي يا شباب، بصوا كده عشان الوقت، بس هديكم واحنا غيرها زي ما حلوها كده. ودوا الاتنين هناك بعكس الإشارة، يبقى السالب 3 سي أكبر من 4 ناقص 2 2. بعد كده هنقسم هنا على سالب 3 ونقسم هنا على سالب 3، يبقى سالب 3 على سالب 3 فيها الواحد سي. وش العلامة غير عشان قسمنا على سالب، والاتنين على سالب 3 هي هي، مش هنتغير. طيب ندخل على فكرة غيرها يا محمد، اتفهمت ولا لسه يا محمد؟ تمام. تمام، ايه فاهمها ولا عيدها تاني؟ لا انا فاهمة. ماشي يا محمد، اي حاجة مش فاهمة قولي ولا عيدها لي. اهم حاجة يا شباب نشتغل على نفسنا بعد الحصة، يعني نذاكر، محدش يطنش، نذاكر ونحل الواجب. لو عطاني ده في طرف وده في طرف بقى، يعني قال لي كده 6 جيم زائد 1 أصغر من 5 جيم ناقص 3. مش احنا برضو كان في المعادلات بيجيب لنا س في طرف وس في طرف، وكنت بقول لك بنلم السينات في طرف والأرقام في طرف. هنا هتعمل نفس الأرقام، نفس الفكرة، هنا 6 جيم والناحية التانية 5 جيم. طب ما تجيبهم جنب بعض، يعني ودي ال5 جيم دي هناك، فلو راحت هناك هتروح بالسالب، تروح بعكس الإشارة. يبقى كده انت جبت ال6 جيم وال5 جيم مع بعض في ناحية. طب ما تشيل الواحد برضو من هنا من جنب الجيم ووديه هناك، الواحد لما يروح هناك يروح بعكس الإشارة. كده انت عملت ايه؟ كده انت خليت الشبه بعضهم مع بعضهم، كل 2 شبه بعض مع بعض، والعلامة اللي في النص بتنزل زي ما هي. 6 جيم نطرح منها 5 جيم تبقى ناقص جيم واحد، يبقى جيم واحد. سالب 3 وسالب 1 يبقى سالب 4، اللي مش بيعرف يجمع ويطرح بالآلة. سالب 3 وسالب 1 هتديك سالب 4، بس كده المسألة خلصت، مفيش أي حاجة تانية. يعني أنا كل اللي عملته حطيت الجيم في طرف والأرقام في طرف. سؤال تاني زيه زي عشان الناس اللي ما فهمتش ده. ثلاثة س ناقص 2 أصغر من 5 س ناقص 8. نفس الفكرة، هتحط الس في طرف والأرقام في طرف. يعني أنا هودي الثلاثة س هوديها هنا بعكس الإشارة. أنت ملاحظ إن أنا دايما بشوف الس الصغيرة هي اللي بوديها عشان الأرقام ما تدريش تبقى سالب. والسالب 8 هوديها هناك وموجب 8. كده انا خليت السينات في ناحية والارقام في ناحية، والعلامة بتنزل زي ما هي. موجب 8 وسالب 2 بنطرح وناخد اشارة الكبير. 5 ناقص 3 س يبقى 2 س. كمل مسألتك عادي، اقسم هنا على 2 واقسم هنا على 2، يبقى 6 على 2 فيها 3 و2 على 2 فيها 1، تبقى س أكبر من 3. العلامة مفتوحة في وشها يعني أكبر، يعني أنا ممكن أكتبها كده س أكبر من 3. هي هي دي، هي هي دي.
اقول تاني يا شباب، واحدة جربوا تحلوها كده، بتاع الناس في طرف والارقام في طرف. 6 سي زائد 2 اكبر من او تساوي 14 زائد 5 سي. الناس تكتب وتحل. الأسئلة دي عندنا في الكتاب. آلاء متأخرة ليه؟ آلاء دخلت متأخر ليه كده؟ خير. راحت عليك نوم ولا ايه؟ لا ماشي. انا ماشي. ايه شوية يا شباب، هتفضي السلاح في طرف والأطفال في طرف يا محمد. مش خلصت. قول يا محمد. انا مازل السين طلعت معايا اكبر من او تساوي 12. ماشي يا مازن. خلصت يعني سمعتها لك كله. ماشي يا محمد. سين اكبر من او تساوي 12. ممتاز يا محمد. محمد هاني انت فاتح المايك. تمام. يبقى ببساطة خالص الدرس بتاع النهاردة شبه درس المعادلات، هو يعتبر الفكرة بس بتاع علامة الناقص دي، لما يكون بالسالب هي بس بتغير وش العلامة، هي دي الفكرة الوحيدة. زي الفل. ممتاز يا فاطمة. ممتاز يا فاطمة. نمس إسراء مش كانت موجودة، طلعت إمتى؟ مثلا حالتها بعدها على الجروب.